حبايبي بريك 1 فيرست تيرم 2024. تعالوا كده نشوف مع بعض دروسنا في الالجبرا. هناخد النهارده فكره جديده اسمها برسنتج، والبرسنتج ليها سيمبل. دايما في الماث اي حاجه بندرسها بنديها رمز، وادي السيمبل بتاعها. طب يا مستر انا النهارده هستخدم الكالكوليتر؟ ايوه هستخدم الكالكوليتر. طب فين علامه البرسنتج اللي انت بتقول عليها؟ بص معايا، الله ينور عليك، شيفت، وادي البرنتسيز القوس المقفول. يعني انا ازاي بقى استخدمها؟ القلم مش هتشتغل لوحدها. بص معايا لو سمحت، السؤال ليه شكلين. في سؤال، بص حبيبي معايا، هنولع النور ونشتغل، بس بص الأول على السؤال. بص حبيبي لو سمحت، يقول لك كده convert into percentage. يعني إيه يا مستر؟ يعني أنا مديك نمبر مش مديهولك بالبرسنت، أنا عايزه بالبرسنتج. أحله إزاي؟ بص معايا كده، آخد ال 20 أعمل لها بس تايمز 100 كمان مرة. أنا هدي لك نمبر من غير علامة البرسنتج، وأقول لك convert to percentage، أو أديهولك في اللي تشوز. أنت ما معكش برسنتج، أروح عامل إيه؟ تعالى يا مستر، أدي آلتي. يبقى الجزء الأولاني أنا معايا 20 عايزها بالبرسنتج، أروح عامل تايمز. ها؟ وادي ايكوال تديني الانسر. نقول تاني. طب بص يا مستر، لو انا معايا ديسيميل وعاوز برسنتج هتعمل ايه؟ شكرا. طب يا مستر لو انا معايا فراكشن وعايزه برسنتج، يبقى انت عندك ثلاث اشكال. ممكن يبقى نمبر انتجر زي 20، ممكن يبقى ديسيمال، ممكن يبقى فراكشن. وحطيت لي علامه البرسنتج تقول له هعمل ايه؟ تايمز. حبيبي تايمز بلاش باي، بيستخدموها اكتر في الديفايد. اختار اي واحده وطبق. يلا حبيبي، حد يجيب لي بتاعه ال 20، حد يجيب لي بتاع ال 1.5، حد يجيب ال 3 كوارتر. طب اللي ناسي الكالكوليتور شغال يا ريتال لو سمحتي. نور يلا حبيبي، حد يجيب ال 20. ال 20 مين عملها؟ انا عملت ال 20 اللي هي 1.5. طلعت كام؟ عملت طلعت 150. شكرا. طيب بيمن عملنا ال 20 2000. طيب البنات اخبارهم ايه؟ مش عايزين يقولوا حاجه؟ ها لوجي الثري كوارتر تطلع كام؟ ها يا حبايبي؟ انا عارف، حد يديني اجابه. حاضر حبيبي، تعالوا كده مع بعض. بص معايا، تعالي نعمل فراكشن. اطفي النور يا ريتال. طب ما تطلع زي ما تطلع. بصوا معايا اهو، ادي علامه الفراكشن. هكتب اب 3، انزل داون 4، اخرج اقول تايمز، وادي ال 100 واقول ايكوال 75. في مشكلة؟ نقول تاني، لو اديتني نمبر عايزه برسنتج هتعمل ايه؟ بص بقى اللي جاي، بص معايا الجزء التاني، convert into decimal. انا ادي لك الديسيمال عايزه من غير البرسنتج، سوري ادي لك برسنتج مش عايزها، هنعمل ايه؟ تعالى يلا يا مستر. بص معايا، يبقى انا هروح اخد ال 20 من غير علامه البرسنتج، ايوه واعمل ديفايد
100 equal هتبقى 0.2. سوري بص معايا، الراجل ده قال 0.2، طب انا قالتي طلعتها لي 1 على 5 لما انا دوست عمو اس 2 دي حولها لي ديسيمال، يبقى الاجابتين صح. نقول تاني؟ نقول تاني؟ اقول تاني؟ لا. طب تاني ها يا حبيبي. طب بص كده معايا، معايا الاله اهي. بص حبيبي بص معايا، ادي 2.5 هعمل لها ديفايد 100، يبقى انا اهو خدت ديسيمال وادي ايكوال 1 على 40. تنفع اجابه؟ اه. طب ولو رحنا الاس 2 دي تنفع اجابه؟ نقولها تاني. مثلا ما عملتهاش اس 2 دي، انا عملتها شيفت والعلامه بتاع البرسنت. لا بص دي اسهل واسرع. تاني طلع فراكشن، بص على الاله ادي اس 2 دي. اس 2 دي بحولها لديسيمال. معايا؟ عايز ارجعها ادوس تاني عليه. نقول تاني؟ يبقى ده الجزء الاولاني. تعال بقى ندخل على الجزء الاهم. خد بالك حبيبي لو سمحت. الجزء الاهم طبعا الاول قبل ما انقل، ده الشكل اللي يجي لك كومبليت وتشوز. تعرف تدخل لي دول في الاله؟ يلا وريني. ها ادي 36 واروح عامل شيفت وادي علامه البرسنتج. شيفت وادي البرسنتج. سوري حولها لي الاول مود 1 السبب. يبقى ادي 36 وادي برسنتج. ها معايا؟ ونقول بلس. حاضر يا حبيبي. 15 وادي برضو برسنتج، وادي ماينس وادي الهاف 1 وانزل داون 2 واخرج واقول ايكوال. ايه اللي انت شفته؟ طب نعيدها تاني. نور النور يا ريتاني. دخلنا ال 36% وعملت بلس 15% وعملت ماينس ولا عدتو، طلعت لي بص حبيبي لا اسيبها فراكشن، عايز تخليها ديسيمال اهي. نقول تاني؟ نقول تاني؟ متأكد؟ عايزة تقولي حاجة؟ طب بص معايا لو سمحت، فكرة تانية. أيوة ما هو أنا مستني أهو. يلا بقى، الراجل ده مديلك المسألة عايزك الأنسر تعملها له برسنتج، يبقى هنعمل خطوتين. يلا مع بعض هكتب 0.35. يلا يا لوجي معايا. طيب واللي عملتيها؟ طب ثواني اكمل. وادي بلس ريتيرن معايا، وادي فراكشن 9 اب انزل اكتب 25 وادي اخرج. بص بقى معايا لو سمحت، الراجل المره دي الانسر بتاعتي طلعت 71 على 100. فاكر لما قلنا في الاول لو انا عايز الراجل ده برسنتج اعمل ايه؟ اه اهو. لا 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 بص كده، اول حاجه لو انا عاوز برسنتج، لو انا عاوز برسنتج اعمل ايه؟ طب بصوا تاني. لا يا حبيبي نعمل تايمز. بص تاني اهو، هرجع للمساله. بص حبيبي 0.35 بلس 9 على 20 طلعت لك كام حبيبي؟ انا كنت عاملها 25، طلعت لي 4 على 5 مش كده؟ للمره الثانيه الراجل ده بيسالك انا مش عايز الانسر بتاعتي. انزل يا تحت. بص بقى الانسر طلعت لي 4 على 5
هل دي الإجابة بتاعتي؟ أقول له لا. لا ليه؟ عشان أنا عايز الأنسر بالبرسنتج. عشان أحول لبرسنتج تروح جاي تعمل تايم از 100. عيد تاني. يعني إيه زي ما هي؟ طب وريني بس ثواني. ثواني يا أحمد، ثواني يا أحمد. تعالى نعمل ستوب.